عندنا عدد المؤسسات في التعليم الابتدائي 664، عندنا 2 الحاق وواحدة جديدة. يسمى حنا كنا لونسي وشاك فوا نقولوا 661، اليوم انا قلنا لكم 664. عدد التلاميذ الاجمالي 196758، معدل الفوج يعني 28.7. فيما يخص التعليم المتوسط، عدد المؤسسات 188، عدد التلاميذ 124671. هنا عندنا شويه يعني معدل التلاميذ في الفوج طالع شويه، بصح في لينور 35.7. التعليم الثانوي عندنا 94 مؤسسة، عدد التلاميذ الإجمالي 59194، عدد التلاميذ في الفوج 28. إذا المجموع الإجمالي للمؤسسات على مستوى ولاية باتنا هو 946 مؤسسة تربوية مختلف الأطوار. مجموع التلاميذ الإجمالي على مستوى ولاية باتنا 623380. نروحوا لهياكل المبرمجة للاستلام خلال الدخول المدرسي. خلال الدخول المدرسي برمجنا 2 مجمع مدرسي، استلمنا واحد للأسف باش نزيد نكررها. كان مدير التجهيزات العمومية درنا الالتزامات في بداية السنة دائما حتى اليوم إن شاء الله دوك نديروا معكم الالتزامات تاع العام الجاي. درنا الالتزامات للأسف ما طبقت التعليمات تاع السيد الوزير الأول اللي هي طروفواويت وجرد العتاد ومراقبة الورشات ومتابعة المستمرة اللي خلاتنا ما لحقناش لي زوبجيكتيف. عندنا مشروع محاور بمريخ، كاينة ابتدائية وحدة في المريخ اللي شرفتها اللوحة في الفيضان اللي فات، وراك أرسلت لجنة تعديل على وجه ديال المعاينة، ولكن للوزي هو اللي حتى 8 و10 تاع الصباح ما كان والو، ما توفر ما كان والو ما كان حتى حاجة صارت. يعني اليوم راهم السكر اللي ضربوا في الدماغ. السلام يعني ببلدية سيف، هذا تفاليا للغيابات والتأخرات، لذلك اليوم إن شاء الله كل الأساتذة الأعضاء المجموعة الأخرى 110 يلتحقون في مقاعد الدراسة. النقطة الثالثة التي تتعلق باللغة المصرية هو الكتاب المدرسي، هي وسيلة بدولية للتلميذ، الكتاب متوفر عند 52 مكتبة لأنه من اهتمام الميعو، وكاين معرض في وسط المدينة لازم ايضا بها، بالاضافه الى المؤسسات التربويه راهي فيها كلها سواء التعليم الابتدائي او المتوسط او الثانوي. النقطه الاخرى كما اشار السيد الدوري ان التجهيز تم اقتنائه بالنسبه للمؤسسات التربويه الجديده انه متوفر، حتى المؤسسات الثانويه الصغيره تزود متوفر. بالنسبه لاعاده التجهيز ايضا لكي نغطي كل